السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم حبايبي وكل متابعين قناة حنان الوراقي. النهاردة حبايبي هقول لكم على وصفة جميلة جدا جدا للشعر الخشن مع الشعر التالف. فالوصفة دي هتكون باستخدام الصبار. فأنا طبعا إيه يعني الصبار ده هو بحب اللي أنا يكون عندي في البيت وبزرعه، فزي ما احنا شايفين أنا حبيت اللي أنا أصور عليه. انا مش هعمل الوصفة عملي بس هقول لكم الوصفة اقول لكم تعملوا ايه، بس حبيت ان انا اوريكم ايه شكل الصبار، لان ممكن في ناس في بلاد تانية يعني يكون عندهم باسم تاني فما يعرفوش شكله. فهو ده هو ده كده الصبار اللي احنا اللي هتستخدميه في الوصفة النهاردة. الوصفة للشعر الخشن، الشعر الهايش، الشعر التالف. فهقول لك اللي انت تعملي ايه حبيبتي. اول حاجة اللي احنا هناخد هنقطع ايه ورقة كده من الصبار من هنا كده، تقطعها بسكينة وتاخديها وتغسليها كويس على الحنفية، وبعد كده بتفتحيها نصين بالطول وبتبدأي بمعلقة بتاخدي الجل الصبار الجل اللي جواها. بعد كده بتبدأي اللي انت ايه بتحطيه في طبق يعني تهرسيه كده يعني تضربيه كده بشوكة كويس جدا لحد ما يبقى سايل معاكي. وبعد كده هو حبيبتي هتبدأي اللي انت هتجيبي 3 معالق من الزبادي، وبعد كده هتحطي عليهم يبقى هتاخدي من الجل ده هو ممكن تحتاجي ورقة او ورقتين، لان احنا هنحتاج 4 معالق كبار من جل الصباق وعليهم 3 معالق من الزبادي وعليهم 2 معلقة كبيرة من زيت جوز الهند. هتبدأي ان انت هتقلبي ال3 مكونات دول بس مع بعضهم، وبتبدأي ان انت بتاخدي الخلطة ديت وبتحطيها على شعرك يعني من الجذور كده لحد الأطراف، وبعد كده هوت بتسيبيه على شعرك لمدة نص ساعة ساعة ممكن برضو ساعتين بتدي نتيجة أحسن. يعني كل ما بتسيبيها الخلطة دي على شعرك بتدي نتيجة أحسن. بعد كده بتبدأي ان انت بتغسلي شعرك وبتكرري الوصفة ديت يعني على حسب بقى ايه نوع شعرك. لو شعرك خشن جامد ممكن مرتين في الأسبوع، مش خشن قوي ممكن مرة واحدة كفاية في الأسبوع. الصبار طبعا بيعالج الشعر التالف، والمكونات اللي أنا قلت عليها ديت طبعا الزبادي وزيت جوز الهند. طبعا لو الشعر يعني خشن جامد فده بيرطب الشعر وبيديله ترطيبة كده ترطيب ونعوم كده ايه نعومة كده ايه للشعر. بس كده. فأتمنى حبايبي الفيديو النهاردة يكون عجبكم وتكونوا استفدتم منه. بحبكم جدا جدا في الله. كان معاكم حنان الوراقي وندى وفتحي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ريت ان انتوا ايه تدعمونا كده باللايك، لان اللايك بيرفع الفيديو حبايبي وبيخلي الناس بيوصل لناس كتير اللي هي تشوفه. فيا ريت كده ان انتوا تدعموني كده باللايك والشير عشان ترفعوا الفيديو ويوصل لناس تانية اللي يستفاد بالوصفة دي، لأن هي فعلا وصفة جميلة جدا. وانتظروني برضو الحلقة اللي جاية، لأن أنا هنزل برضو وصفة برضو باستخدام الصبار ده هو للشعر الخشن برضو، ومكونات ايه هتبقى مكونات تانية خالص. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معاكم حنان البراكي ومنى وفتحي.